السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير ان شاء الله. اليوم مع فيديو جديد غادي نحضر معكم واحد التحليه اللي حصريه معكم وكتجي رائعه رائعه ان شاء الله. الا جربتوها غادي تعود هي المعتمده عندكم، ما بقيتوش غتستغناو عليها. كيف ما كتشوفوا، اول حاجه غادي نقولها لكم هي المقادير. غادي نحتاج هنايا 3 معالق ديال السكر سنيده، وعندي هنايا واحد الساشي ديال الكاكاو، عندي هنا جوج معالق ديال النشا البلزينة، وعندي هنا فلون ديال الشوكولا، وعندي السيترو ديال الحليب. هنايا عندي هنايا هاد البسكوي، يعني البسكوي على حسب عندي نخليه على حسب التزيين، وكيبقى لكم دائما كما كنقول لكم التزيين على حسب الاختيار. وبالنسبه لهاد الكميه اللي كتشوفوا فيها كيبقى لكم الاختيار، لبسوا الضعف الكميه كتضاعفوها، كيبقى لكم كامل الاختيار. بقاو معايا دابا باش نديروا الطريقه ان شاء الله ديال التحضير. اول حاجه غادي نخدموا، غادي نجيبوا كاسرون وغادي ندير فيها الحليب كما عودتكم في جميع التحليات. كما كتعرفوا ضروري ما غادي نديرهم فوق البوطه باش يعقدوا لينا. غادي ندير النشا كما قلت لكم جوج معالق، عندي هنايا 3 المعالق ديال السنيده، يعني غير معلقه ما كان ديما كبيراش بزاف. انا بغيت تكتفوا غير بجوج معالق كبار، ما عندكم معلقه كبيره ديروا جوج معالق. انا عندي هذه المعلقه ما كبيراش بزاف، درت 3. وعندي هنا واحد الساشي ديال الكاكاو، وغادي ندير هنايا فلون ديال الشوكولا. صافي كما شفتو داك المكونات كاملة لي عندي، غادي نخلط هادشي كامل. كما شفتو راه داك الكمية قليلة بالسيترو، وكيبقى لكم الاختيار لبيت الضعفو ضعفو الكمية إلا بغيتو تبعو حسب أفراد العائلة ديالكم. المهم أنا غادي نخلط هادشي مزيان وغادي نديرو فوق البوطة حتى تعقد عندي الكريمة، ونرجع معكم إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا انا رجعت معكم من بعد ما عقدت ليا الكريمه، لا غير كتعقد بس تاخذش وقت طويل. شفتي هاد الكؤوس هادو كتاخذو اللي بغيتو نتوما، كؤوس كبار ولا صغار ولا زليفات حسب الرغبه ديالكم. صافي دابا وقت هاد الخليط، هاد الكؤوس هادو يديروهم في واحد الوقت اللي يكون عندكم الوقت خاوي، ديروهم وخليوهم حتى يبردو مزيان، حتى يشدو في راسهم عاد خرجوهم. صافي انا نكمل على هاد الشكل هذا، نسالو وندخلهم للثلاجة ان شاء الله. كما قلت لكم انا غنكمل العمارة ديال هاد الكيسة اللي عندي، وغادي ندخلهم للثلاجة تقريبا 3 سوايع 4 سوايع على حسب الوقت اللي بغيتو نتوما حتى تشد وتبرد على خاطرها، وديك الساعة نخرجهم باش نزينهم ان شاء الله. كما كتشوفوا هادي هي التحلية ديالنا اللي درنا بالحليب وصاشي الكاكاو، وكذلك درنا بصاشي ديال الفلون. الصراحة كما قلت لكم في الاول هاد التحليه كتجي رائعه، وفي نفس الوقت تجي راقيه، تجي زوين، واحد المذاق يعني خفيف وما فيهش الحلاوه بزاف، وصراحه زوين بزاف. اما بالنسبه للتزيين، التزيين اما كديروا فواكه جافه، تديروا كركاع اللوز اللي بغيتو، تقدروا ديروا شوكولا محكوك، تحكوا الشوكولا تحطوها فوق منها، تقدروا ديروا بسكوي يعني تاع الشوكولا، تقدروا ما ديروا حتى شي حاجه كاع، يعني ما تحتاجش اللي بغيتو. انا كنت غندير فواكه جافه، ولكن اختاريت ندير
بسكوي ديال الشوكولا صافي، غادي نحطو غير هكا الفوق، غير الفوق صافي، محتاج ندير لي شي حاجه اخرى. كما قلت لكم تقدروا ما ديروا حتى شي حاجه كاع بالمره وتحطوها، تجي رائعه في المذاق ديالها، وان شاء الله غادي تجربوها وغادي تعجبكم صراحه، زوينه بزاف. هذا هو الشكل النهائي كيجي له هذا الشكل، هذا يعني ذوقتها بهذا الشكل اللي تيجي خفيف، والمهم المذاق رائع بزاف وبصحه وراحه. كيف ما شفتوا هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا، تيجي رائع الصراحه، تجي زوينه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها صراحه، كتجي زوينه. انتم غنوريكم كيفاش كتجي وشاده في راسها، يعني كما قلت لكم تقدروا ما ديروش كاع، ما ديروا حتى شي تزيين، انتم تقابطها في راسها مزيان مزيان، تقابطها في راسها حتى زوينه، حتى سميتو البروده يعني ما خليتهاش واحد المده طويله عاد وريتها لكم، تقدروا تخلوها اكثر من هكا، غير المده قصيره اللي خليتها ودغاك بردات وشدات في راسها. كاع الناس اللي عاد دخلوا القناه ديالي وكيشوفوها، كنتمنى ان شاء الله تابوناو فيها وديروا جيم وتفعلوا الجرس وتشاركوها كاع مع احبابكم والناس اللي كتعرفوا باش يوصلكم كل جديد من عندي ان شاء الله. وبوقع واش لكم، بسلام عليكم الى فيديو جاي، باي باي.